وهلأ بيسرني يكون موجود معي داخل الاستوديو الفنان محمد قنوع. أهلا وسهلا فيك باستوديو شام اف ام. أهلا وسهلا فيك وبكل اللي عم يسمعونا وعم يحضرونا. أهلا فيك. بكل الفيديوهات اللي كنا عم نحضرها ناجين لما عم يحكوا قصصهم كلهم إذا لاحظت كانوا عم يفضلوا حالهم بلحظة وقوع الزلزال، عم يفضلوا أهلهم على حالهم. ده الإنسان بهيك لحظات بينسى حاله، بصير بيلتفت على حواليه. هلا هو يعني الله لا يمتحنا، و أول شيء طبعا بدي أترحم على كل الشهداء اللي ماتوا بزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا. أنا حكيت جملة بسيطة إنه كل شيء انهد بيتعمر إلا الإنسان اللي راح ما عاد يرجع. صحيح. ما في شك الفيديوهات اللي حضرناها هي فيديوهات مؤثرة جدا، هي أهم من أي مشهد درامي ممكن تقدميه بأي مكان وبأي زمان. خوف رب العائلة على العائلة شفناه بكتير فيديوهات، خوف الأم على الأولاد شفناه بكتير فيديوهات، خوف الأخ على الأخت شفناه بالفيديوهات، وشوف الأخت حسينا فيهم، حسينا فيهم وبكينا وتأثرنا. ومشان هيك أنا بقول عن جد إنه الله لا يمتحن كل سوري، كل عربي، كل مسلم، كل إنسان. يعني الزلزال هي استفادة من عند رب العالمين. صحيح. يعني لا هي غضب ولا هي أي شيء، هي استفادة، يعني استفادة رب العالمين، رحمة ما فيها نقاش يعني. بس الوضع كارثي يعني. هي كلمة زلزال جملة تقيلة يعني، حاملة معناها بكل معنى تقيلة كتير. فيلي مروا بهي الحالة يلي راحوا الله يرحمهم راحت معهم قصص كتيرة. يعني نحن سمعنا قصص يلي يضل صح، قصص اللي راحوا يعني اللي راحوا راحوا وراحوا وراحت قصصهم معهم. يعني ممكن كتير مع الأيام يتألف قصص. أنا آسف بس خد راحتك. طيب خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع. أستاذ محمد قنوع، كنا عم نحكي عن قصص يلي بقيوا يلي هن لوون وقصص يلي راحوا. هلا اللي بقيوا رح نعرف قصصهم، بس يعني ولو أخذت فاصل ما يعني في كم كبير من الأبهات ومن الأمهات ومن الأولاد، من الكبار الصغار، يعني مروا بمراحل. أنا آسف بس عن جد يعني يمكن نحن كشعب السوري بشكل عام محتاجين إنه نبكي. فأحيانا اللي بيبكي بيرتاح يعني، أحسن ما يضل هيك. فأول شغلة شكرا إني قدرت أجي أحكي معكم هذا الحكي، لأنه من وقت اللي صارت هاي القصة ونحن عم نحصر يعني عن جد كم قصة غريبة صارت، كم كبير من القصص. يعني في ناس يعني رب العالمين في ناس اصطفاهم. صحيح. أخذهم فورا. صحيح. ما حسوا بشي. في ناس بجوز تعذبوا يوم ويومين وثلاثة وأربعة، بجوز في ناس لهلأ موجودة عم تتعذب ونحن ما عنا خبر، نحن قاعدين عم نحكي، عم نروح وعم ناكل وعم نشرب وعم ننام، أولادنا عم يروحوا على المدارس، وفي هو قاعد عم يتفرج على أولاده قدامه، بجوز هو ساته طيب أولاده قدامه ميتين وما نعرف عن شو بده يساوي. الوضع كارثي بكل ما تعني هاي الكلمة. يمكن أكتر شيء مؤلم أستاذ محمد لما نحن منفكر بالمشاعر يلي حسوا فيها، بالأفكار يلي كانت عم تجي تماماً على رأسهم. يعني أنا عم بقلك إنه مثلاً أب وأم وقدامهم مثلاً ثلاثة أولاد ما ماتوا وضلوا يومين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدين عم يسمعوا صوتهم بس ما قادرين يعملوا شيء، بعدين ماتوا. طب هدول هاي الفترات شو كان عم بيصير، شو أحاسيسهم، شو مشاعرهم؟ يعني إذا كانوا ميتين هلأ
فالله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة ويغفر لهم ويسامحهم ويسامحنا إذا قصرنا. واللي نجوا الحمد لله على السلامة، واللي نجوا رح نسمع منهم قصص كتير. يعني نجوا من الموت، ولكن يعني نجوا من الموت حياتهم. بس فقدوا حياتهم وفقدوا حياة أشخاص تانيين كتير مقربين لألهم، يعني اللي فقد ابنه، اللي فقد أبوه، اللي فقد أخته، اللي فقد بنته، اللي فقدت أمه. يعني في قصص، يعني نحن العشر أو 12 سنة اللي مروا على سوريا كنا نحسهم أصعب شيء مرق بتاريخ سوريا بالعصر الحديث، بس صحيح. طلع لسه في شيء أصعب. صحيح. والله يتلطف فينا ويجيرنا من يوم أعظم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب، يعني بناء على رحمة هدول الشهداء أنه عن جد رب العالمين يخفف عن الشعب السوري. آمين. ويخفف يعني كمية الامتحان اللي عم يمتحننا فيها. آمين. هاي الكارثة اللي عشناها عملت صحوة فينا؟ هلأ إذا زلزال ما عمل صحوة ففي نحن عنا مشكلة كبيرة، بيكون يعني إذا الزلزال ما عمل صحوة. طيب من مشاهدتك من يوم الزلزال لليوم في صحوة؟ لازم يكون في صحوة، شفناها من لهفة الأخ على الأخ، من لهفتنا كلنا على بعض. أكيد أكيد. ونحن يعني بجوز كان عنا إحساس للحظة أنه ما ممكن حدا يوقف معنا. صح. إجانا هذا الإحساس، كنا عم ندور على فاعل الخير أنه نحن تماما. بشكل عام نحن يعني خلال 12-13 سنة نحن اللي بقينا هون بالبلد، اعتماد حياتنا بشكل عام بهي البلد أو وقوف هي البلد صامدة حتى هي اللحظة في له أسباب كتير، هي أكيد أكيد، بس من أهم الأسباب هي التكافل الاجتماعي. يعني وقت الأخ بيشوف أخوه بيزنقه وبيساعده، وقت بتشوفي جارك بيزنقه وبتساعدي، بتشوفي قرايبك بيزنقه وبتساعدي، حدا عم يشتغل برا بيساعد اللي يضل جوا، الفقير عم بيساعد بالأزمة بالزلزال. لا أنا كنت عم بحكي عن فترة الأزمة. هلأ أنا بعرف ناس اتبرعت بمصاري، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم هن بأشد الحاجة للقرش وتبرعوا. دي قديسين، شعب كله قديس، الشعب كله. صحيح. مو بس اللي تبرع. صحيح. يلي تبرع، يلي دعا، يلي ترحم، يلي حس بهدول العالم. صحيح. أما اللي قاعد برا ولافف رجل على رجل وقاعد عم يعطينا الدروس وينظر علينا، انت ما انك حاسس لا بوجعنا ولا بوجع هدول العالم، انت مجرد واحد شخص عم تطلع تعمل ترند على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي خربت كل شيء، يعني حتى اللحظة الحزينة بسوريا خربوها، بس كانت جزء من الاستغاثة، خليني اقول المساعدة، التبرعات بهي الفترة كمان. اكيد. هلا هي انت السوشيال ميديا، احنا في عنا وقت اي شغلة بالحياة بتجيكي انت فيك تستخدميها بالخير بطريقة منيحة او تستخدميها بالشر، تستخدميها بطريقة منيحة او بتسيئي فيها. سوريا صار فيها زلزال. انا برأيي وجهة نظري سوريا قبل الزلزال غير تختلف عن سوريا بعد الزلزال. يعني بشو منختلف؟ بدنا نحكي شوية سياسة، يلي بده يجي يقلي انه هدول بيستاهلوا وهدول اللي هون ما بيستاهلوا، أو اللي هون بيستاهلوا واللي هون ما بيستاهلوا، يختار أي شغلة ويتحشى بتمه، أي شغلة بده إياها، بفتح له خزانة الكنادر يختار النوع اللي بده إياه. في شيء معيب إنه نحكي بسياسة للأسف بوضع بقمة الإنسانية. صحيح. بقمة الإنسانية. يعني طلع على السوشيال ميديا إنه المساعدات عم تنسرق بالوقت يلي لسه المساعدات ما وصلت، يعني الطيارات لسه ما هبطت وانسرقت. وصلنا لمرحلة انه بيضطر يطلع رجل اماراتي يشرح بالسوشيال ميديا عبر صفحته على الانستغرام، انا وصلني الفيديو، انه نحن دولة الامارات عم نروح نسلم المساعدات بايدنا، نحن ما عم نسلم المساعدات للحكومة السورية أو لأشخاص سوريين، عم نروح نحن الإماراتيين
نسلم هاي المساعدات بإيدنا للناس المحتاجة بوجود وفود أو مندوب عن الهلال الأحمر السوري. هذا برأيك كان معيب؟ المعيب اللي وصلنا لنقول لنخلي هذا الرجل يحكي من دولة الإمارات يحكي هيك. ما أنا مشكورين جميعاً. ما قصروا أبدا ما قصروا أبدا. هنن ليش طلع حكى هيك؟ طلع حكى هيك لأنه طلع كتير على السوشيال ميديا أنه هاي المساعدات ما عم توصل، فهو خافوا أنه عن جد أنه لا المساعدات عم توصل، مين قالكم ما عم توصل؟ نحن بإيدنا عم نوصلها بالدنيا. يعني هدول دولة الإمارات عم تطلب من كل العالم أنه يساعد سوريا، عم تطلب من شعبها، وحكومة ما قصروا أبدا. يمكن هنن لتاريخ هاي اللحظة هي أكتر دولة بعد المساعدات 38 طيارة لحديث تماما يعني، واليوم حتى تبرع بمبلغ جديد صحيح 50 مليون للأمير محمد بن زايد. ف يعني أكتر من هيك شو بدهم يعملوا؟ ولسه بيطلع واحد بيتفلسف علينا بيقول إنه المساعدات هي ما عم تنسرق. هلأ إذا بتذكر هاي الأخبار كانت منتشرة على مدى يومين بعدين اختفت، بعدين اختفت لأنه طلعت الحقيقة تماما. الحالة الحقيقية، الحالة اللهفة الموجودة عند الكل لغت هدول الأفراد، لغت العالم هي كلها. أنت دايما مبادر بأي حملة ممكن تكون عم تساعد وعم تقدم، يعني مو أنا يعني أي مواطن سوري ما بيكون عم يبادر أو عم يقدم أو عم يساعد حط راسه بالتراب بهيك ظرف. أي سوري ها هذا الكلمة نقوله أنه قديه مهم وقديه هاي الكارثة اللي نحن فيها للأسف عنده خصوصية أنه عم تجمعنا بطريقة يعني كل واحد من حاله، يعني أكيد. ما حدا قال لك تعالوا أكيد أكيد كل لا كله 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 من حالنا كله عم يساوي من حاله نقدم بشتى الطرق. والحملات الأهلية كانت أهم بكتير بهي المرحلة صحيح، هي اللي شالت، هي اللي شالت أول فترة تماما. وشفنا كتير شفنا كتير شباب، خد راحتك أكيد صحة، شفنا كتير شباب وصبايا ما لهم علاقة بشي يعني. أبدا حملوا من أول لحظة وراحوا على اللاذقية حلب وحما، وفي جمعيات هون شغالة بدمشق. يعني أنا بعرف من خلال أسرتي يعني الفضل لله عز وجل، ما حدا له فضل ولا مني على حدا يعني، بس أنا بناتي من أول يوم لتاريخ اليوم بيروحوا كل يوم على جمعية بيساعدوا وبيضبوا كراتين، هاي الكراتين كلها من خلال الجمعيات عم تترحل على المناطق المنكوبة سواء كان بحما أو بحلب أو باللاذقية أو بجبلة. واجب كل فرد شو بيقدر يقدم ما يقصر. طب ليه ما لقينا تجمع فني مع بعضه نزل على الأرض وساعد؟ كان في كل العالم ساعدت، بس ليه ما لقينا تجمع؟ هلا نحن كتجمع فني عن طريق نقابة الفنانين كان في حملة تبرع بالدم صحيح، وراح قسم كبير من الفنانين ووجدت السوشيال ميديا للأسف يعني وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع السورية اللي بتصور وبتنزل، صورتنا ونزلتنا، فقالوا العالم أنه هدول رايحين يتصوروا. نحن ما تصورنا، نحن العالم لازم. العالم صورونا بس هو لازم، ونحن وقت نزلنا ما عندنا مشكلة أن العالم يصورونا. لحتى أنا بوجهة نظري الفنان لكتير من العالم هو مثل صح أو قدوة، بتحب تشوفه بيناته بالأزمات وبتحب تشوفه تماما. فنحن رح نتبرعنا بس نحفز العالم أنه نزلوا تبرعوا. يعني أنا شفت الدكتورة عليا وقت فت على المركز وقت تلاقي حدا زمرة دمه أو سلبي تتمسك فيه، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم تتعامل معه بطريقة وكأنه يعني حدا جاية من السماء مستعدة تعمل له شو من كان الدلال اللي بدك يا للحفاظ، لأنه هي زمرة نادرة صحيح، وهي الزمرة الوحيدة يلي في حالة سمح الله حدا إجا مستعجل جدا فيهم ما في وقت يعملوه تحليل وصفايح والقصص، عطيز أو سلبي خلص بينفد صحيح. عرفتي يعني الاهتمام اللي كنا شايفينه بالمركز، كم العالم الكبير يلي شفناه بالمركز كان مرعب، مو فنانين عالم يعني عادي. ما معقول كم العالم، يعني انت اي معامله كنا بدنا نساويها سواء شهاده سواقه او انه روح تبرع بالدم، بتلاقي المواطن يعني بيروح بيساوي لا حكم عليه وفحص عيون، بس عند التبرع بالدم بيصير يدور على واسطه انه ياخذ اعفاء. كل العالم نزلت تبرعت بالدم صحيح. لدرجه انه صار يقولوا العالم نحن صار عندنا دم زيادة، يعني ما عاد في برادات أو ما عاد في طريقة
انه نستوعب هاي الكميه من الدم بوقتها. بس بتخيل لازم الموضوع يكون مستمر؟ لا لا, لا طبعا لازم يضل مستمر. يعني ونحن انا احد الناس بشكل عام بحب كل 6 شهور اتبرع. فما بالك بهيك ازمه يعني. صحيح صحيح. في تبرع, كنا بنحكي على تبرع الدم, في عالم ايضا من الفنانين راحوا بحالات فرديه على الارض, في عالم تبرعت عن طريق النقابه نقديا عن طريق النقابه. برايك هلا بالمرحله القادمه المجتمع الفني شو لازم يقدم, وهو مجتمع مثل ما انت قلت يسلط عليه الضوء ولما بيعمل شيء العالم بتحس فيه يعني؟ هلا انا برايي انه نحن يوما ما رح ترجع الحياه لسوريا. طبعا طبعا يعني الحياه مستمره. طبعا يعني انا من احد الاقتراحات اللي اقترحتها انه مع بدايه الصيف في حال كان رجعت الحياه لسوريا طبيعيه وصار في يعني حفلات وصار في مهرجانات وقصص, انا برايي نعمل مهرجان خاص, واحد مهرجان خاص تستضيفي فيه كل نجوم البلد والنجوم العرب اللي عندهم رغبة انه يساهموا, ويكون ريع هذا المهرجان كاملا للمتضررين جراء الزلزال. حلوة هاي مبادرة. يعني انت هلأ بادرت تبرعت بالدم, معك 1,000,000 ليرة عطيته 950,000 وخليت 50,000 تاكل وتشرب فيها, معك 100,000 عطيته 75 وخليت 25 بجيبتك. طب وبعدين؟ يعني مواطننا بالأساس مواطن تعبان. صحيح. يعني أغلب صحيح. أغلب يعني نحن صار عنا يعني 80 أو 90. صحيح. أو 95% من الشعب السوري تحت خط الفقر, منكوب من تماما قبل الزلزال. فإنه أنت تجي تضلي تحملي لهذا المواطن هاي الأعباء, فأنا برأيي إنه ينعمل مهرجانات و تعطي يعني نعمل أي شيء يروح ريع هذا هاي الفعاليات أو المهرجانات أو أي شيء بدنا نسميها. يعني أنت ممكن تجيبي أي حدا, هلأ أنا بتصور إنه أي حدا بالعالم, ها مو بس بالوطن العربي, بالعالم كله, اطلبي منه إنه نحن بدنا نساوي لك حفل بدار الأوبرا, بس نحن وريع الحفل للمنكوبين من الزلزال. هذا الشخص ممكن يكون أجره باليوم أو بالحفلة حوالي 100,000 دولار أو 200,000 دولار, وممكن في منهم 1,000,000 دولار. صحيح. أنا واثق أنه أغلبية الناس راح تجي وتشتغل ببلاش مقابل أنه تقدم هذا الريع كله تبرع منا للزلزال. يعني أنا مبارح انتبهت مبارح يعني في لقطة شفتها على الفيسبوك أنه انه بمباراه مهمه على مستوى العالم. صحيح. كله يعني مباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ, وقفوا دقيقه عن جد. صحيح. مو مثل الدقيقه اللي نحن بنوقفها, يعني وقفوا دقيقه فالعالم كله حاليا. اذا بتزتي الابره بتسمعي صوته, وهي الدقيقه شافتها الكره الارضيه كلها, اللي ما شافها لايف شافها عن طريق وسائل التواصل. صحيح. الاجتماعي مع وجود العلم السوري والعلم التركي, فهي هي رساله تضامن من العالم كله مع سوريا. يعني حتى اللي بيكرهونا هن هلأ متضامنين معنا. رح نجي على هذا الموضوع, بس معنا اتصال على الهواء. ألو ألو, مساء الخير. مساء النور, كيفك نوارة؟ تمام الحمد لله, كيفك؟ كيفو الأستاذ محمد؟ يا هلا. مين معي؟ هلأ أنا الصبح أخذت القافلة وطلعت على من ريف دمشق على حما. الله يقويك يا رب, الحمد لله على السلامة. أب مروان الغالي. أب مروان مين معي؟ معرفة. ابو المجد. ابو المجد مين؟ ابو المجد بارك الله حيو. الله حيو الاستاذ زهير عبد الكريم. يا عمري انت حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه. انت رجل انت رجل كفو بكل الازمنه مو بس بوقت الزلزال. يا عمري انت حبيب قلبي يا محمد, انت بتعرف قديش معزتك وقديش غالي, ولو ما انت ما راح اطلع. بس انا وعدتهم نوارة, كيفك استاذ مساك؟ اهلا وسهلا فيك استاذ زهير. اولا برنامجك رائع جدا. شكرا لك, كثر خيرك. عم تعملي كلمة بشام اف ام. شكرا لك. شكرا. ايه بس اليوم انا كنت الصبح عندكم وهي وطلعنا اخذنا قافلة من ريف دمشق, ومن معربة تحديدا كان في سيارتين. انت مختار معربة اصلا؟ يا عمري انت يا عمري انت. لوين اخذتوها للقافلة؟ على حما. على حما, وسلمناها هنيك للناس اللي لهم علاقة بهالقصة, يعني موثوقين وهي. وهلا رجعنا.
يعطيكم ألف عافية. الله يعطيك ألف عافية. زهير، ليه ما بتوثقوا هاي الأحداث؟ يعني هاي المساعدات بالأي والله أنا سألي الأستاذ محمد من دون ما نذكر الكم، يعني لا لا لا. العالم تعرف بتحب تشوفكم جنبها، يعني بتحب والله تشوفكم. والله أنا نحن أنا ومحمد وهي والناس الكويسين المهمين جنب العالم كله، وبيعرفوا العالم نحن إنه جنبه. أكيد أكيد. وأنا عندي أنا 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 بقول لهم دائما يعني فعل الخير ما لازم اصلا واحد يحكي فيه، بس بهيك اوقات ولا بهيك اوقات حتى يعني طيب. هو فعل الخير يعني انا برايي وجهة نظري يعني الواحد وقت بده وقت الواحد بده يتبرع باي شيء بايده اليمين ما لازم تدفع في ايده اليساري، وهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد انا الشغله بيقولها الاستاذ محمد انا معه فيها، وكان كلامه رائع جدا وكلامك اروع، وشكرا لكم. راح اخذ من وقتكم لانه انا كنت الصبح ساعتين وهي، بس انا حبيت يعني لانه وعدتهم بشام اف ام انه اقول لهم انه احنا كنا ب يعني من ريف دمشق، طلعنا من معرضه ومن دير عطيه ومن الدوير، وطلعنا في اربع سيارات كبيره وثلاثه صغار وهي. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير يا عمري. عراسي يا ابو مروان، عراسي يا ابو مروان حبيبي يا ابو المجد، اهلا وسهلا وموفق ان شاء الله. ولسه انا عم بستنى تبع الهي اللي انت وعدتني فيها. يلا سلام عليكم. يلا الاسبوع القادم. شكرا لك استاذ زهير، يعطيكم الف عافيه. كنا عم نحكي على تضامن العرب والعالم معنا. ما بعرف إذا صار بحضرتك هيك أو بحدا من المستمعين، شخصيا كل ما كنت أعرف بحدا من العرب، أي شخصية عربية أي دولة عربية عم تتضامن معنا وتعطينا هاي الكلمات الداعمة، كنت أتأثر من قلبي وكأنه كان في صديق. أنا كنت أبكي أنا كمان، كأنه يعني كان في صديق سبب مخاصمنا 10 سنين ورجع عم بيسلم علينا. كنا مشتاقين لحضن، لحدا يقلنا انتم يعني مو لحالكم. انت عم دوري على الاراني اللي بتبكي على فكره. يعني هي كل الاراني بتبكي اليوم. احنا بنحبها لسوريا اكيد، يعني روحنا معلقه بهي البلد. وقت مثل ما بنحب سوريا بنحبهم كلهم، يعني نحن شعب ربينا على كلمه خطي وحرام. صح لليوم. يعني انا بوقت انا كل ما بيجيني رساله على الموبايل انه وصلت الطياره بتدمع عيني. الفيديوهات طبعا ما عاد فتحت على الواتساب للامانه، يعني كل شيء فيديوهات عم تجيني ما عاد فتحتها، لانه بدنا نحاول نعمل شيء بنطلع من حاله الاكتئاب اللي صابتنا. صحيح. فهي الفيديوهات احيانا بتزيد بحاله الاكتئاب. ف كل ما حدا بيقدم لك، يعني كل ما بتحسي انه في حدا انا بعرف انه كلهم بيحبوا سوريا، يعني الشعوب العربيه في اجماع على حب سوريا، يعني حتى في حكومات شكينا فيها بوقت من الاوقات، شكينا بالحكومات وليس بالشعوب، هذا الفرق. نحن سافرنا الحكومات في عليها ضغوط وضغوطات امريكيه حصلا، يعني لها مصالح معها، بس وقت اللي بتشوفي انت انه شعب بفز كله لانه رئيس دولة ما رضي يساعدنا، بيقوم بيساعدنا غصب عنه، هي شغلة كتير كبيرة وشغلة كتير عظيمة. يعني الشعب السوري وين ما راح شعب ناجح، يعني بمصر ناجحين، بالامارات ناجحين، بالكويت ناجحين. الكويت اللي غريبة لهلأ ما فكرت. انا اذكر انه يوما ما في شباب سوريين راح دمهم صح بالكويت. صح. ما في مشكلة. صح. الدنيا صغيرة كتير ودوارة كتير. ف يعني شكرا لكل حدا عم بيقدم العون. شكرا لكل حدا. شكرا للضمة اللي اكيد اكيد. يعني ما هي الضمة بتجيب الدمعة، فهن ضمونا بصدق يعني. شكرا لهم جميعا. قلت ما عم تحضر فيديوهات؟ لا ما أنا ما عاد حضرت. لا بعض الناشطين على السوشيال ميديا للأسف الشديد عم يكون تصويرهم للحالات مستفز ببعض الأراني. يعني شخص طالع من الركام متوفي له أهله بيسأله كيفك أو كيفهم ماما وبابا وهنن غير موجودين. البعض عذرا على كلمة يشحد، ولكن بيحط طفل قدامه
عم يبكي، بقول له هذا الطفل بده حليب. أهله راحوا بالزلزال، أهله راحوا بالزلزال، بده حليب يا نجم فلان الفلاني ساعده. دي هي المواضيع مستفزة اليوم. مستفزة وليه مستفزة؟ وأنا برأيي نحن ما لنا بحاجة مساعدة أشخاص، نحن في شعوب عم تساعدنا. شكرا لك. حتى نحن عم نساعد بعض. وقت الشعوب بتساعد الأفراد ما بيساووا شيء، قد ما قدموا، بس وقت يكون شعب كامل عظيم مثل الشعب الجزائري، مثل الشعب الإماراتي، مثل الشعب المصري، مثل الشعب الأردني، فلسطيني، كل الشعوب العربية ما قصرت للأمانة. يعني العراقي، أنا ما بدي أذكرهم كلهم، صحيح ما بيخلصوا. فيعني أنا بعرف تمام، قلت لك الشعب العرب بيحبوا السوريين جدا، وآلمهم الزلزال اللي صار بسوريا، آلم كل عربي. كان بدنا هزة، بجوز هاي الهزة هي هيك يعني ترجع تضمنا كلنا مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ محمد قنوع، أنا ما حسيت كيف مضت نص ساعة. شكرا لحديثك القريب من القلب، شكرا واحترامنا أكيد لدموعك اللي كلياتنا. لا شو شكرا، عم نضعف. الله يرحمهم جميعا. وشو قلت لك، يعني منيح اللي لسه العالم عم تقدر توقف على رجليها. صحيح. آخر شيء حملتنا لأهلي هي اللي نقدر نساعد وننشر ثقافة بأنه المساعدة مانا ترند، المساعدة مو لمرة واحدة، هي أكيد. العالم يمكن بقيانة على قيد الحياة روحها عندها إياها، ولكن لسه بالفترة القادمة حياة. بالفترة القادمة هن بحاجة مساعدة أكتر ليصحوا من الصدمة. لهيك نحن كل يوم بدنا نحاول نساعد بشتى الطرق أكيد. وأنا بطلب من كل حدا بيسمعنا أو يشوفنا، بطلب من كل الشعب السوري ومن كل الشعب العربي، هذا الناس اللي تضررت أو المنكوبين اللي يرجعوا بدون سنين ليرجعوا مثل ما كانوا. يعني اللي عنده بيت وراح، نحن بنعرف أنه حلم لأي مواطن بسوريا أنه يمتلك بيت. أنا واثق أنه ما رح ينتركوا. بجوز القصة تاخد شوية وقت، وهذا الطبيعي أنه تاخد وقت لبين ما يتأمنوا ببيوتهم هاي المرحلة الصعبة تماما. يعني فبدنا نكون كلياتنا إيد واحدة وما نقصر معهم بشي. وأي لك حتى الابتسامة هي صدقة، يعني الابتسامة بوجه أخيك المؤمن هي صدقة. صحيح. يعني اللي بده يعلق أنه أنا رايح شوف حدا ومبتسم، أنا لازم أبتسم. أنا ما رايح أزوره أنه شلون نفدت من الزلزال، يعني أنا رايح أبتسم بوجهه، لأنه عن جد الابتسامة بوجه ابتسامة المؤمن بوجه أخي صدقة. يعني أنا ما رايح أطلع أزور العالم. يعني شفنا نحن مثلا باسم ياخر وفادي صبيح وقت اللي راحوا، كل العالم عم تتصور معهم، يعني رغم ظروفهم وآلامهم عم بيتصوروا معهم وهن مبتسمين لأنه بيحبوا وجودهم تماما وبدهم يشوفون. وحتى القيادة السياسية وقت اللي عم بيروحوا العالم عم تم يعني صح، يعني ما بعرف شو نحكي بس صح. ما بدي قبل ما نختم ناخذ أنا وأنت اتصال. تفضل. ألو مرحبا، شكله راح الاتصال. شكرا لك استاذ محمد مره ثانيه، شكرا لوجودك معنا ضمن استديوهات شام اف ام. يطول عمرك. ولحديثك يلي قريب من القلب. انا شرف لي انه كنت موجود معكم بهي الحمله، وشام اف ام مشكوره. الله يجزيكم الخير جميعا، من الاستاذ سامر لاصغر فرد بهي الاذاعه اللي عن جد هي دائما مع الحدث، ومعنا نحن كمواطنين سوريين بكل صدق وبكل شفافية. مشكورين جميعا. أنا بعرف أنه أنتم عم تتعبوا جدا، فالله يجزيكم الخير. أكثر من هيك عن جد ما فيني لكم. شكرا لك. جزاكم الله خيرا جميعا. شكرا لك مرة ثانية.